ونروح لموضوع آخر والعنوان آخر ديما حول ضيفتنا أمل وهبي. الجزائرية أمل وهبي: اعتذار مصر فوق رأسي ولكنه ليس كافيا. هذه مش أنا كتبتها على فكرة أمل وهبي، هذو موجودين على بالي على بالي لا ومليح، لأن وهذه من دنيا الوطن، لكن هادو يتواجدوا مليح أننا نرد عليهم. فرصة. أنا علاقتي بمصر طيبة جدا، وعلاقتي بالجزائر ما عندهاش يعني ما بلادي هذه. الاعتذار أولا، أو ماشي شعب اعتذر ولا كاين مجموعة قامت في وقت معين بجرح الشعب، مجموعة جرحت شعب. بس احنا اوني تخيز ايموتيف لز الجيريان، قلبك ماشيين بقلبهم، قلبك لو كان جينا ماشيين غير براسنا، لو كان وصلنا بعيد. انا ما نحطش من مجموعة هذه، ما نعطيهمش القيمة ولا باش نقول هادو يمثلوا الشعب المصري. يا سلام، احنا بعاد. انا كل اللي لقيته في مصر يحبونا ويحترمونا، على بالك والله بكل اعتزاز يقولوا لي انتم على بالك التاريخ تاعنا، تاريخ الثوره تاعنا، حافظين اكثر منا، معتزين. أكيد وكاين تاريخ مشترك. بصح سمحي لي أمل وهبي، أنا قريت بزاف عناوين، كاين عناوين كتبت أمل وهبي بعد مباراة أم درمان طردت من مصر وكان عندها استثمارات اضطرت إلى إلغاءها في مصر. كله كلام جرائد ولا كاين جانب من الحقيقة؟ كاين جزء حقيقة. بصح ناس مثلا رحت كنت تما في الأول، أول لقاء كي جا والمصريين يلعبوا في الجزائر، انا كنت في مصر، كنت في مصر نسجل في الالبوم اللي رايح زعما يطلع في 2009، وكنت نشفى بس كنت حامل باميليا داكور، وما كنتش على بالي بلي راح تنزاد بمشاكل. وكل كي روحت بداو المشاكل على بالك زادوا، كي زادت أميليا كان كيما يقولوا الانفجار العظم بين الإعلام المصري وبين. هربتي؟ ماشي هربت، مثلا مسحوا لي لي شانسون اللي خدمتهم تمسحوا. أصبح كاين نزقي الرياليزاتور تاع البروجي وكل ما يردش عليا. وفي نفس الوقت، وهذا اللي حسيته ظلم، بلادي الجزائر نوعا ما قفلوا عليا خاطرش نغني بالمصري لمدة. هذا تاني شارك في ضمن مامون غوتخي، وكاين ظروف قلت لك ما كانتش الأمور هك. أنا كي رحت حامل بأميليا ونسجي في ألبوم، قلت ديك جفي أكوشي جاتاك جو صغ الألبوم إتو تيفوا. بعد صار هاد الوضع ساي أون بلوس دو لا مالادي دو ما في، لقيت روحي في جي، لقيت روحي واش ندير. ما صار مشاكل الجيري، قالوا لي تغني بالمصري سي با المومون، سي با المومون. هذاك 5 سنين 5 ans جي با شانتي أون ألجيري. Tu trouves ça juste? كان جوست. وانا راني فرحان اليوم اللي هضرتي على هذا الموضوع، لانه كان لازم تهضري في الاعلام مش غير اليوم، قبل سنوات. وما زال متواصلين مع القضايا اللي اثرت الجدل.